بين الهدر والمكانة الاجتماعية وبين القيمة الحقيقية للإنسان وما يظهر منها للناس أو ما يظهره هو بنفسه، تبرز لدينا حالة الاستهلاك الهستيرية التي أصبحت تتحكم بالكثير من الناس بشكل خارج المنطق أحيانا. وبالرغم من كل شيء نراه في مناطق متفرقة حول العالم، ورغم درجة الوعي والعلم الذي وصلت له مجتمعاتنا، إلا أننا ما زلنا للأسف ضحايا من جهة وفاعلين من جهة أخرى في عملية الاستهلاك غير المنطقي والذي يتسبب لنا بضرر دون أن نشعر. اليوم احنا نعيش في ظروف معينة وطبيعة حياة قد نكون تعودنا عليها تتسم بأنها محفزة للاستهلاك أحيانا، وقد تختلف العوامل سواء كانت وفرة مالية أو سهولة عمليات الشراء المتنوعة. يعني وصلنا مرحلة نقدر نطلب اللي نحتاجه ونبيه وصلنا ليه البيت مهما كان، وغيرها من الأسباب. وبسبب نظرتنا للأمر وعدم تفكيرنا فيه كسلوك سلبي أحيانا، نكتشف أن احنا وين ما نروح داخل الكويت أو برا نلقى الكثير من المغريات اللي تخلينا نشتري، ونشتري من غير ما نفكر بعض المرات. بس يا ترى كل اللي نشتري محتاجينه بشكل ضروري؟ راح نستخدمه فعلا؟ أو هي مجرد رغبة بالاقتناء واعتياد على الشراء؟ خلونا نفسر ونفهم شنو يعني الاستهلاك. الاستهلاك هو مصطلح متعدد التعريفات، منها الذاتي ومنها النهائي ومنها التلقائي. لكن اللي يهمنا بحلقتنا اليوم هو الاستهلاك التفاخري، واللي اتفقت أغلب المراجع على تعريفه بأن صرف الأموال لشراء سلع وخدمات كمالية بهدف إظهار حجم الثورة أو الثروة عفوا، أو التظاهر بوجود ثروة معينة، واللي هو طريق أو وسيلة للوصول لوضع اجتماعي معين. طبعا يرتبط الاستهلاك بمدى وعي الناس وأحيانا باللاوعي وبالعمق، يسميه بعض المختصين بالسجن الكبير اللي يختاره الشخص بكامل إرادته، خاصة مع كثرة المعروض من السلع والأسلوب الدعائي المقنع والكثيف، لدرجة تخلي المستهلك يحس أن هذا المنتج ضروري يكون عنده وبالتالي لازم يشتري. والموضوع ما يوقف بس عند شراء السلعة نفسها، وإنما تعدى لمن وين اشتراها وبكم وشنو عنده وغيره من الأمور. والكثير من الأشياء يعني تمنح المستهلك هذا التفاخر أو الإحساس بارتفاع مكانته وأهميته في هذا المجتمع اللي يعيش فيه. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معكم حلقتنا. في أيام شتوية شديدة البرودة، وقف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ساحة الكرملين وقال إن نموذج المجتمع الاستهلاكي شيء سينتهي ذات يوم. فوجهة نظري الشخصية هي أن الإفراط في الاستهلاك أمر خاطئ. كلنا نعلم أن جميع البشر مستهلكون بشكل فطري، فعملية الاستهلاك والإشباع سمات إنسانية طبيعية تسبق بالتأكيد ظهور الاقتصاد بكافة أنواعه والتقنية الحديثة والأسواق الضخمة. خلال السنوات الثلاثين الماضية برزت طبقة اجتماعية في العالم سماها علماء الاجتماع بمجتمع المستهلكين، أو بتعبير آخر مجتمع السوق، وفق عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومن الذي أكد على ظهور الاستهلاك كمعيار على جودة الحياة وكدليل على الإقبال عليها. وفي مؤشرات أخرى، مؤسسة ماكنزي العالمية الأمريكية التي رصدت سلوك الاستهلاكي خلال عام 2022 تقول يواجه المستهلكون في الولايات المتحدة ضغوطاً مادية ملحوظة، سواء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أو المحروقات أو غيرها من المنتجات. وسجلت تضخم معدلات غير مسبوقة منذ عقود ما عزز من قلق المستهلكين ودفعهم إلى تغيير أساليبهم في الإنفاق والادخار. وعلى الصعيد المحلي، كشفت بيانات رسمية للبنك الكويتي المركزي عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان دولة الكويت خلال عام 2022 ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد بنسبة تصل إلى 22% وبقيمة 7.6 مليار دينار كويتي. والآن نطرح سؤالا، في ظل وجود التضخم والاضطرابات أو في وقت الرخاء والاستقرار، ماذا ستكون نتيجة فرط السلوك الاستهلاكي؟ مع تنامي وتسارع وتيرة الأحداث العالمية والصراعات اللي يشهدها العالم واللي تأثر بشكل كبير على الأمن الغذائي وأمن الطاقة،
والاستقرار المجتمعي. وسط كل هذا يتبادر في أذهاننا سؤال، واللي هو هل سيتغير سلوك الإنسان الاستهلاكي؟ وما هي قرارات الإنسان الاستهلاكية؟ وكيف نحافظ على التوازن المعيشي؟ هذه الأسئلة وغيرها راح نطرحها على الدكتور عبد الله الشامي، أستاذ الاقتصاد القياسي. حياك الله معنا في ماذا بعد دكتور. السلام عليكم. يا هلا مرحبا عليكم، السلام والرحمة. دكتور، في البداية شلون نقدر نفسر ظاهرة الاستهلاك باعتقادك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هي ظاهرة تسمى ظاهرة لكن هي فعليا أحد مكونات أي اقتصاد في العالم. نعم. بحساب ناتج الدخل القومي لأي بلد، احنا راح نلقى أن هناك في معادلة الاقتصاد موجود ما يسمى معامل الاستهلاك، وكلما ارتفع معامل الاستهلاك كلما تبين أن هناك يعني حالة صحية جيدة لأي اقتصاد. فالاستهلاك موجود، وبعد الأزمة العالمية في 2008 كان أحد أسباب أن العالم تعداها اللي هو زيادة الاستهلاك فعلا. لكن الارتباط ما بين العملية المظهرية والسلوكية وما بين الاستهلاك هي دراسة من نوع آخر. احنا نتكلم على الأسباب يعني من وجهة نظر اقتصادية. الاستهلاك أولا بداية السبب الأساسي هو الوفرة المالية، والوفرة المالية ما تكون بس من المداخل، قد تكون هناك سهولة التمويل. فكلما كان هناك سهولة في التمويل وانخفاض في أسعار الفائدة كلما ارتفع معها الاستهلاك، والعلاقة بشكل آخر لو ارتفعت أسعار الفائدة راح يبدأ الاستهلاك النمطي ينزل. فهذه الأسباب أحد أهم الأسباب اللي تحرك الاستهلاك. بالإضافة إذا كانت المجتمعات فتية بالأعمار قليلة فالاستهلاك يتزايد، كلما شاخت الأعمار في هذا البلد كلما تحول الاستهلاك من أفراد إلى استهلاك دولة للخدمات الطبية لما تحتاجه، فيتوازن عنده. فمسألة العمرية هم تؤخذ في الحسبان. بالإضافة لهذا كله احنا لازم نتكلم عن الوضع الحداثي اليوم في العالم. تفضلتوا في التقرير وقلتوا ان هناك سهولة في الحصول على السلعة. نعم، يعني اليوم السلعة في اي مكان تقدر تحصل عليها، يعني بالتلفون تطلبها وخلال ماكسيموم اسبوع 10 ايام وصل عند باب البيت دور تو دور. فهذا سهل من نمط الاستهلاك، فاللوجستيات على مستوى العالم سهلت الاستهلاك. طيب، بالاضافة الى ان احنا كمجتمع كويتي مشكلة عندنا هي اللي تسبب الاستهلاك العالي للأفراد. إذا كان هناك استهلاك عالي بمعنى استهلاك عالي سواء من ناحية السعرية أو من ناحية العددية، يعني أنت ممكن في استهلاك لكن تشتري شغلات بسيطة لكنها غالية، أو من الناحية العددية تشتري شغلات قد أنت ما تكون محتاجة. طيب ليش تكونت هذه الثقافة؟ يعني من وين جاءت هذه الثقافة في المجتمع الكويتي؟ الثقافة في المجتمع الكويتي هذه جاءت بسببين. أول شيء ضعف الأفق الاستثماري للأفراد، يعني اليوم ما في أماكن إحنا نقدر نستثمر فيها كأفراد. الوسائل معدومة، عندنا فقط القطاع العقاري وهو بعيد عن المنال يعني لأغلب الأسر الكويتية. فالدخل اللي زايد هذا ما يقدر يشتري فيه بيت، ما يقدر يحقق فيه إشباع رغبة معينة أو يختزن ثروة. هذه اللي قاعد تجي له كنا نسميها ثروة، يعني الزائد من دخله أن يحطه في بيت ويقعد، لا ما يقدر، فيعوض بنمط استهلاكي غير منضبط في قطاعات أخرى. ولا في مثلا والله أنا أقدر أدخل يعني وأنا مرتاح البورصة مثلا أو أدخل في بعض القنوات الاستثمارية أو فما في عوائد، ما يسمى الباسيف إنكم اللي هو الدخل الثاني أو الثالث من الاستثمارات اللي ممكن يضعها. نعم. فما عاد عنده يشبع رغبته في النجاح إلا الحصول على سلع معين بطريقة ثانية. نعم. بطريقة ثانية. فضعف الأفق الاستثماري وضعف الملاءة المالية اللي ممكن يدخل فيها في استثمارات أو يشغل فيها راح ترجع عليه نصاب ثاني بنمط استهلاكي عالي، أو إنه يسافر يعني ياخذ خيار كذي أو كذي. إحنا بعد بالكويت عندنا مشكلة إنك عندنا صناعة الخدمات يعني عالية جدا، كل شيء يوصل للبيت، ما في صناعة أخرى بديلة الواحد يستثمر فيها فلوسه أو يشغل فيها فلوسه سواء صناعة ثقيلة أو، فصار كل شيء خدمات 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 أو ما يسمى بقطاع المطاعم يعني. نشأ هذا السلوك وأصبح عادة، صعب من الصعب بمكان أن تنضبط بشكل مباشر. فعلا. طيب الدكتور عبد الله، يعني مثل ما ذكرت احنا في عندنا حتى مقولة مشهورة، اصرف ما بالجيب يأتيك ما في الغيب، يعني مقولة مجتمعية يؤمن بها الكثير من الناس، شلون
نحكم العقل باعتقادك يعني عشان نبتعد عن العواطف من ناحية الاستهلاكية من وجهة نظرك؟ أول أساس لتحكيم العقل بدال العاطفة هو إيجاد القنوات اللي ممكن الإنسان ممكن يتعقل فيها. بإيجاد القنوات هذه الاستثمارية والقنوات الادخارية اللي تعود بعوائد وإن كانت بسيطة بنسبها، لكن تراكميا على مدى السنوات تبدأ تتكون ثروات، ابتدي أنا أقدر أقنع الناس. لكن إذا أنا ما وجدت البديل، شلون بقنع أحد يعني؟ يقول لا تصرف، ما أقدر. يعني ما وجدت البديل، ما أنشأت ثقافة معينة أو قنوات معينة بحيث أن أنا أقول هذا البديل العقلاني الأساسي اللي المفروض تودي فيه فلوسك بدل لا تأخذ على خدمة معينة أو تأخذ على تشرب لك اليوم قهوة بدينارين الدانير، زين روح استثمر فلوسك هذه في مكان معين. ما في. فعشان أكون عقلاني وعشان أضع الأسس الأساسية وأشيل النمط الاستهلاكي العاطفي البحث إلى أكثر عقلانية، لازم أوجد القنوات هذه، وبعدها نبدأ ندخلها في القنوات التعليمية حتى نبدأ من الأطفال من الصغر يعني. طيب دكتور، يعني الكل يشتكي من الصرف والاستهلاك يعني بالكويت عندنا يعني وأغلب الدول المنطقة للأمانة، لكن هناك شيء اسمه إدارة الدخل مثل ما ذكرت، يعني خلينا نتكلم شوي عن مفهوم إدارة الدخل. إدارة الدخل هو ليس طريقة واحدة، هي طريقة ثقافية تنشأ داخل المجتمعات. فإدارة الدخل اللي موجودة في دول الخليج مثلا مختلفة اختلاف كلي عن إدارة الدخل اللي موجودة في الدول الغربية أو في الشرق الأقصى أو في الولايات المتحدة. هذه إدارة الدخل لها أدواتها التثقيفية الخصوصية لكل مجتمع. فإذا كان إنسان مثلا ساكن بشقة صغيرة، حلو، على قد يعني هو عائلته الصغيرة، فما عنده منافع في الحياة داخل السكن يحاول يشبعها داخل السكن، فيحاول يطلع فيها برا. أنا شو ما أقدر أقول له والله ثقافة الدخل هذه عدلها، لأن السلوك هو عبارة عن شيء أنا حاطره وقاعد أعطيه مثلا بالويكند يطلع، فلما يطلع في الويكند يصير عنده صرف لا شعوري. وهذه موجودة في بعض الوظائف، اللي خصوصا الوظائف اللي تكون مدتها طويلة، مثلا في البحر، الناس اللي يطلعون بحر على 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 السفن النقل أو سفن الناقلات. نعم. ينشأ عنده سلوك استهلاكي لا شعوري، بحيث أن هذه الرحلة لما يريح فيها في ميناء معين راح يصرف مبالغ كبيرة جدا، لأنه يتوقع أن هذا آخر مرة أنا ممكن أصرف فيها، ممكن يصير لي حادث في البحر، ممكن أتأخر، ممكن عاصفة، ممكن، فخلني أستانس واستمتع باللحظة. فتنشأ ثقافة الإنفاق اللا شعوري. فكلما كان هناك ضغط اجتماعي تتنامى هذا يعني هذا النمط الاستهلاكي من ناحية أخرى. وبعدين حلا ننسى إحنا مجتمع في الكويت مجتمع اجتماعي ومتقارب، فالناس تحاول تتميز عن بعض في بعض السلع، خصوصا أن الكل تقريبا دخل نفس الشيء، أغلب الناس طبقة متوسطة بدأت تتأكل بطريقة أو بأخرى، بس الكل نفس الطبقة يعني، فيحاولون أن يتميز في أمور معينة يعني إلى أن يوصل إلى عمر ويعقل الكلام هذا. نعم. طيب دكتور، ما هي توصياتك لضبط السلوك الاستهلاكي في مجتمعنا يعني على مستوى خلينا نقول الجهات المعنية أو حتى الأفراد؟ أظن أنا اليوم الدور الأول والمنوط فيه هو الحكومة بتشريعات وربط المكونات الاقتصادية مع بعض لإنشاء قنوات استثمارية يقدروا يستثمرون فيها الناس. بعدها تجي منظمات المجتمع المدني، زين، ويجي الناس المثقفين والأكاديميين يبدون يقنعون الناس بهذه الثقافة، وراح نشوف أنها تخف شوي شوي مع الوقت. طبعا تخف، تحتاج جيلين أو ثلاثة يعني، من نمط استهلاكي 30 سنة أنا ما أقدر أغيره بسنة ولا سنتين، أحتاج فترة يعني. فتبدأ تتدرج إلى أن تصل إلى المدارس، تبدأ نعلم الثقافة التجارية للأطفال. يعني أنا أذكر من جيل إحنا درسنا في الثانوية كان في تخصص اسمه التخصص التجاري، فكانوا يعلمون الناس يعني ناخذ مواد يعلمونا شلون 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 تصرف، شلون تسوي المحاسبة، المبادئ الأساسية هذه اللي يحتاجها كل إنسان. اليوم المواد هذه اللي تعطي مهارات الحياة مو موجودة، فإحنا يعني نحتاج أن نوجدها في المدارس أساس ينشأ عندنا جيل على الأقل عند الحد الأدنى. نعم، من ضمن صوتنا لصوتك أكيد كل الشكر لك دكتور عبد الله الشامي، أستاذ الاقتصاد القياسي. شكرا لك دكتور على هذه المداخلة. شكرا لك. مشاهدينا، الاستهلاك بشكل عام موجود عند كل المجتمعات، وتختلف أنواعه وثقافته باختلاف عادات المجتمع نفسه ومستواه المعيشي وأسلوب حياته. وتضخم حالة الاستهلاك عند الفرد مو مرتبطة فيه بس، وإنما بعدة معايير مفروضة عليه من محيطه ومن مجتمعه. فمثلا لما يصير احترام الآخرين لك واهتمامهم فيك
مبني على أمور ظاهرية، ما عاد يهمك يعني أخلاقك أو إنجازاتك بالحياة، وبالتالي أنت صرت ضحية اختلاف المعايير الاجتماعية من جهة، والضخ التسويقي والإعلاني من جهة ثانية. فلانة تبي تشتري جنطة ليميتد إديشن وقاعد تجمع لها من مدة، فلان يضغط نفسه ماديا عشان ياخذ هذيك السيارة. إنزين ليش؟ إذا ميزانيتنا ما تساعدنا ترد عليك يعني اللي لابسة هذيك الجنطة أحسن مني، والثاني يقول لك لا السيارة تعطيك رزة وهيبة، ما أسوق أي سيارة أنا. هذه الأفكار والحوارات موجودة في واقعنا كل يوم، بس تعال نشوف الدراسات شنو رايها بهذا النوع من الاستهلاك اللي تسميه الاستهلاك الترفي. في السنوات الأخيرة أجرى أساتذة علم اجتماع بجامعة الكويت وهم دكتور علي الزعبي ودكتور فواز العنزي دراسة حول الاستهلاك الترفي في المجتمع الخليجي، وقالت الدراسة بلغ حجم القروض الاستهلاكية في دول مجلس التعاون 394 مليار دولار في السنوات الأخيرة، وتصدرت السعودية بحجم القروض بواقع 86 مليار دولار، تلتها الكويت ب 43 مليار دولار و 34 مليار دولار للإمارات اللي حلت ثالثة خليجيا. خلنا نوقف عند هالنقطة، برغم الاختلاف الكبير بالتعداد السكاني والمقارنة بين السعودية والكويت، لكن حجم القروض الاستهلاكية في الكويت تعادل النصف ما في السعودية، وهو مؤشر مهم جدا نلتفت له ونفهم أبعاده. وفي نقطة ثانية، قارنت الدراسة بين التوزيع النسبي للمتوسط الدخل الشهري لنصيب الأسرتين الكويتية والإماراتية في الإنفاق على السلع والخدمات، النتيجة كانت الكويتيين أكثر إنفاقاً على السلع والخدمات، لكن إنفاق الإماراتيين يرتكز على إشباع الحاجات الأساسية بس. وهني فصلت الدراسة إنفاق الأسرة الكويتية وبينت أن 37.4 من الاستهلاك الكويتي يروح للسكن والماي والكهرباء والوقود بكل أنواعه، 11.5% للأغذية والمشروبات، 11.3% للخدمات الشخصية المتنوعة، أعمال الصيانة الروتينية والأثاث تأخذ 10% من الإنفاق، 6.2% للأحذية والملابس، 5% للنقل، 2.5% للمطاعم والفنادق، لكن التعليم والرعاية الصحية والترفيه والاتصالات ما تجاوزت 1-2% من الإنفاق. البعض ممكن يقول طبيعي لأن الدولة تكفل التعليم والصحة للمواطن. إيه نعم صح 100%، لكن دائما بالإمكان أن نتعلم مهارات وهوايات وعلوم جديدة تفتح لنا آفاق تطورنا على الصعيد الاجتماعي وتخلينا أشخاص منتجين ومؤثرين بمحيطنا، ممكن تكون أيضا سبب لدخل إضافي، على عكس فكرة استنزاف البعض لميزانياتهم الشهرية على السلع والماركات اللي يحس نفسه أقل من غيره إذا ما ملكهم. عشان ما يكون اللوم على الأفراد بس، اعترفت الدراسة أن الأسواق التجارية تركز على المجتمع الخليجي في إعلاناتها بشكل كبير بسبب توفر المادة، وأن حجم الإعلانات في دول الخليج بلغ 57% من إجمالي حجم سوق الإعلانات في الوطن العربي كله. وبشهادة مستثمرين غربيين ذكرت الدراسة مفارقة غريبة وقالت إن مدينة خليجية واحدة تستهلك من العطور في شهر واحد ما يعادل استهلاك فرنسا كلها في المدة الزمنية ذاتها. هذا يعني مجتمعاتنا مستهدفة في أن تكون أسواق مثالية للاستهلاك بالنسبة للتجار، وللأسف علمياً في مثل هذه الحالة يفقد الإنسان استقراره النفسي، لأن ببساطة المجتمع والإنسان صار يربط قيمته ومكانته باللي يملكه من ماركات وسلع، لذلك تصير الكماليات هي الهدف والغاية. رسالتنا إن كل إنسان فينا يملك بداخله قيمة كبيرة وهو مهم في مكانه ومحيطه، إن ملك هذه الكماليات أو لم يملكها، ولازم نكون حريصين على النعم اللي أنعم الله علينا فيها ونبتعد عن المبالغة بالمظاهر. أغلب الناس تربط موضوع الاستهلاك بالاقتصاد والمادة، لكن علم الاجتماع أيضاً له رؤية ونظرة حول هذا الموضوع، حيث بحث علم الاجتماع النزعة الاستهلاكية سايكولوجياً، وخلال بحثنا وتواصلنا مع التاريخ لقينا أن هناك جذور للسلوك الاستهلاكي عبر الزمن، وأن هذا الشيء مو جديد على المجتمعات، لكن اللي يتمكن من وضع النقاط على الحروف ويمسك العصا من النص راح يقدر يتجاوز تبعات هذا السلوك الاستهلاكي المفرط. اليوم راح نبحث أيضاً في حلقتنا عن العوامل النفسية اللي تدفع الأشخاص لشراء كماليات غير ضرورية، وهل كانوا أجدادهم وأبنائنا على نفس المستوى يعني مع جيلنا من ناحية الاستهلاك لهذه الكماليات؟
يعني كل هالأسئلة وغيرها راح يجاوبنا إن شاء الله معنا الدكتور محمد الحداد أستاذ علم الاجتماع. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا دكتور محمد. هلا مرحبا دكتور. في البداية نرحب فيك ونبي نعرف يعني كيف يرصد علم الاجتماع ظاهرة السلوك الاستهلاكي المتنامي باعتقادك؟ والله في الحقيقة دائما لما نجي نتكلم عن الجوانب الاستهلاكية والنمط الاستهلاكي للإنسان، هذا قديم، قدم الإنسان وقدم وجود الإنسان وقدم حاجات الإنسان المختلفة خلال يعني مراحل تاريخية متعاقبة. يعني ما في مجتمع إلا والإنسان فيه مستهلك. لكن لما نجي نتكلم عن النمطية أو الشخصية الاستهلاكية أو المجتمع الاستهلاكي، لابد أن نبين هنا نقطة معينة ومهمة جدا في هذا الخصوص اللي ممكن نسترشد فيها لما نجي نتحدث عن النمط الاستهلاكي وما يتبع النمط الاستهلاكي من مشاكل أو من سلبيات على المجتمع وعلى الشخص ذاته. نعم. يعني أنا برأيي متواضع بأن الشخصية الاستهلاكية لا تنبت إلا في مجتمع استهلاكي. يعني الشخص نعم هو اللي يقوم بشراء الأشياء واللي يسهل الأشياء، لكن المجتمع هو اللي يشجع الناس على استخدام السلع وعلى شرائها، بل يعني يوصل أحيانا أو خلينا نقول مثلا إنه يوصل بعض الأحيان عند الناس إن المجتمع الطبيعي هو المجتمع الاستهلاكي اللي يوفر للناس حياة أفضل وراحة ورفاهية. وأيضا أنا أرى بأن المجتمع الاستهلاكي أيضا يحاول أن يعني يقنع الإنسان ينتمي إلى هذا المجتمع، أن المجتمع اللي يكثر فيه الناس الخروج مثلا للأكل في المطاعم وشراء السلع الاستهلاكية مثلا أحيانا فوق احتياجاتهم، هذا هو المجتمع الطبيعي. فإن المجتمع هو من ينمي رغبة الشراء وشراء السلع الاستهلاكية بأشكالها المختلفة اللي تفوق حتى احتياجاته. فلذلك أنا أرى بأن المجتمع هو من ينمي رغبة الشراء لدى الناس إلى درجة في بعض الأحيان يعني ممكن تقولين وش دعوة فيها تطرف. نعم فيها تطرف. المجتمع يعني يأصل فينا إلى درجة أن تكون فيها الرغبة الشرائية هدف بحد ذاتها، يعني الرغبة الشرائية مو لغاية إشباع حاجة معينة إنما هي بذاتها هدف. إلى هذه الدرجة من شدة المجتمع وقوة المجتمع الاستهلاكي علينا. طيب دكتور، شنو هي المؤثرات اللي تحدد سلوك الإنسان الاستهلاكي باعتقادك؟ والله كثيرة. لما نتكلم عن المؤثرات اللي تلعب دور كبير في مثل هذا الخصوص، نقول إنه والله عندنا الثقافة العامة، عندنا على سبيل المثال العوامل الاجتماعية، عندنا العوامل الشخصية، عندنا العوامل النفسية. يعني على سبيل المثال يعني أنا مثلا كويتي أنتمي إلى المجتمع الكويتي، وبالتالي الناس الآخرين اللي من مجتمعات أخرى يتوقعون مني نمط معيشة معين، لباس معين، أو أنت كويتي لابس كذي دعوة. فبالتالي أنا كشخص أنتمي إلى ثقافة معينة، لذلك صورتي ككويتي ينبغي أن تكون بواحد اثنين ثلاثة أربعة من إطار معين. الأمر الثاني الجانب الاجتماعي، أنا أنتمي إلى جماعة مرجعية، إما إلى فئة معينة، إلى جماعة معينة، إلى عائلة معينة، إلى أسرة معينة. هذا أيضا في بعض الأحيان يمثل ضغط اجتماعي على الإنسان بأنه لابد أن يكون بصورة معينة حتى لو فسر تفسير يعني غير صحيح مبرر ممكن وايد يعني يضهوي الوايد هوي وايد يعني. فبالتالي هذه عوامل اجتماعية. عوامل أخرى العوامل الشخصية المرتبطة بالإنسان ذاته، اللي مثل على سبيل المثال عمره، أن العمر أيضا من الأسباب التي تدفع الإنسان في بعض الأحيان إلى تغيير نمط السلوك الخاص في اقتناء الأشياء أيا كانت هذه الأشياء، بالإضافة إلى الدخل، أصحاب الدخول العالية غير أصحاب الدخول المتوسطة غير أصحاب الدخول المتدنية. وبالتالي الدخل أيضا عامل من عوامل يعني الأشكال المختلفة اللي نشوفها بالأنماط الاستهلاكية. أيضا المهنة، الطبيب غير المحامي غير المدرس غير الموظف اللي بالدرجة السابعة غير اللي بالدرجة الثامنة غير اللي يعني مثلا إنسان متقاعد. بالتالي هذه أيضا لها يعني مؤشرات معينة فيما يخص الأنماط الاستهلاكية المختلفة. لذلك نقول هذه عوامل شخصية.
العوامل النفسية أيضا لا تقل أهمية عن العوامل الاجتماعية، القدرة على الإدراك وفهم الواقع من حولك، القدرة على التعلم، ما يخص الاتجاهات، ما يخص الميول، كل هذه عوامل مشتركة متداخلة اجتماعية ثقافية شخصية، كلها مع بعض تحدد نمط السلوك الخاص فيك فيما يخص اقتناء الأشياء. طيب دكتور، كثير يعني يقولون أن آليات التسويق وممكن بعض الأحيان ذكائها حولت الأشخاص إلى ضحايا الشراء اللاواعي، إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟ وكيف يعني الدعاية تؤثر على قرارات الشراء؟ قصدك يعني الإعلام الإعلام؟ والله الإعلام والتسويق أنا أعتقد يعني جوانب أو متغيرات أساسية تطورت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا 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 جدا، يعني إلى درجة أن الإنسان العادي ما يقدر يتحاشى الإعلام والتسويق اللي لعب دور كبير في تنمية وبناء النمط الاستهلاكي في المجتمع. نعم. مو بس في مجتمعنا، في كل المجتمعات. طيب دكتور، شلون نكتسب هذه العادات الشرائية الصحيحة، خلنا نقول يعني شلون نعدل من هذا الأمر؟ والله يعني في النهاية طريقة نتخلص من الضغوط الاجتماعية، لأن في الحقيقة هي ليست ضغوط اجتماعية حقيقية، في الحقيقة إن إحنا اللي صنعنا هذا النمط الاستهلاكي، بأن نعود أنفسنا، يعني نعود أنفسنا، مش نعود أنفسنا حتى نعود ممكن أبنائنا، حتى أبنائنا. يعني أنا أعطيك مثال، إحنا دائما وللأسف جيلي أنا جيلي الحالي شو يقول ما نبي والله أولادنا يشعر بأنه محروم من شيء، وإحنا انحرمنا لما كنا مثلا بالخمسينات وزمانهم غير عن زماننا. فعلا عطى معود، عطى هذه تربية خاطئة للأسف. ينبغي أن نغير هذه السياسة، هذه فكرة خاطئة، أن أقول مثلا بأنه لا أريد أن يشعر ابني بأنه محروم من شيء. اجعل حياة ابنك وبنتك مليئة بالأهداف، ويعني يسعى لنفس نفسه، واجعل تربيته على أن قيمته في الحياة في منفعته لنفسه وليس في قيمة التليفون اللي شايله ولا السيارة اللي راكبها ولا الماركات اللي يشتريها، قيمته في تزكيته لنفسه بالعلم النافع والعمل الصالح والخلق القويم. هذا اللي ينبغي أن نؤصله في أبنائنا، لأن فكرة والله أن إحنا لا نبي مسكين، إحنا انحرمنا ما نبي نحرم ماشي ربعه، يعني هذه تقريبا انا اعتقد بانها تربيه خاطئه. نعم، كل الشكر لك الدكتور محمد الحداد استاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله دكتور، شكرا لك. الله يحييك، حياك الله، يعطيك الصحه والعافيه، شكرا. ارتبط الاستهلاك بالأنا الخارجية للإنسان، أفرغت الأشياء من مضمونها وهدف صناعتها وحولتها لدرجات على سلم الصعود الاجتماعي، فنوع السيارة أهم من مدى يعني عمليتها وجودتها، والساعة وماركتها أهم من الوقت نفسه. خلونا نشوف رأي الجمهور بهالموضوع. كاشخ اليوم بالسوق، أذينك الرب حيل، بس هذا ما ادري اكثر واحد. انت عندك 50 دينار زايده من راتبك كل شهر، ما تفكر انك تدخر وتستثمر فيها؟ مو المشكله، ادري شنو ال 50 دينار موجوده. كل شخص فينا وله مصدر الدخل، سواء كنت طالب تستلم مكافاه طلابيه او ان انت موظف تستلم راتبك نهايه الشهر، واكيد كلنا عندنا التزاماتنا فواتيرنا ومصاريفنا. بهذا التقرير ودنا نعرف اكثر عن شيء اسمه السلوك الاستهلاكي من ناحيه الفواتير والادخار والاستثمار. تكفى شو الكشخة، شو الزين، شو الحالات هذه؟ هذه من الخفدي جاي والله. يا والله قسم بالله أنك منورنا. يا حبيبي أنا بسألك سؤال بسيط. إيه؟ شنو أكثر شيء تصرف عليه فلوسك؟ فلوس؟ أكثر شيء أنت قاعد تصرف عليه؟ عيالي. السلوك الاستهلاكي هو عبارة عن طول العمر أشياء أساسية، مثل طول العمر إيجار بيت، السيارة، كهرب، ماء. السلوك الاستهلاكي يعني من مصروفاتك، من المدخولات الشهرية بما فيها الراتب أو إن كنت غير موظف، يعني من الدعم اللي من الأهل. شوف قاعد تفتر بس. أيوة. ما شريت شيء؟ لا والله تونا داشين بس خوش مصباح كنا. استاهل يا بعد، عسى عمرك طويل وعمرك. شنو أكثر شيء تصرف عليه فلوسك؟ والله كطلبة وكطلاب يعني
السوق، المطاعم، المجمعات. السلوك الاستهلاكي تنتج عن الشخص نفسه وحسب إدارته إلى مصدر الأموال، سواء الراتب أو غيره من أموال تكون صادرة له. شنو من الكماليات اللي أنت ممكن تصرف عليها؟ ثوب، شماغ، أشياء يعني مثل عندي وش اسمه أزود يعني. يعني بدالة تأخذ واحد قشري اثنين ثلاث أربعة. الصراحة السيارات، يعني أحب تغيير السيارات، يعني سيارتي تجلس سنة سنة ونص أغيرها. الكماليات بشكل عام يعني أشياء مو أنت محتاجها، فأنا للأمانة بالنسبة لي أنا أشياء الكماليات ممكن آخر شيء أفكر فيه، والاحتياج اليومي اللي المعيشة يعني أشياء أساسية من دونها ما تقدر أنك تتحرك بيومك. مثلا عندي ساعة أنا وعجبتني ساعة أروح أشتري الساعة الثانية، ما أوفر مثلا الراتب الثاني وزي كذا. ما تفكر أن أنت تدش في عالم الاستثمار أو الادخار نقدر نقول؟ والله حاولت. وش اللي صار وياك؟ ما في، ما شلون تستثمر 10 دنانير؟ تقدر 10 على 10 20 20 20 40 اي استثمرت اي لا قبل الشهر بيومين ابيهن. كان ادخرت من راتبي حلو، بس بعد اول اسبوع من الراتب اخذ الادخار هذا. اكيد نتجه نحو الادخار خصوصا بالاوقات الحاليه، يعني تشوف الان الاسعار ما هي مثل زمان ثابت، الان كل شهر ترتفع الاشياء. لك بالاستثمار؟ لا والله، ولو شيء بسيط. لا والله، لا والله للأسف شديد ماني قادر، ماني قادر بالتخرج. أنا أتوقع أن اللي ما يقدر يستثمر الخلل منه. حلو. يعني إدارة المالية الله بالخير. أكيد طبعًا، ولا شلون ما يقدر يعني. حلو أن الواحد يمسك العصا من النص، يعني ادفع كل التزاماتك الشهرية وبنفس الوقت متع نفسك ودلع نفسك بالكماليات باللي أنت قادر عليه، ولا تطشر معاشك وتوهق وتنطر معاش نهاية الشهر. رتب امورك وحتى ممكن تحصل لك بعض الفرص الاستثماريه اللي ممكن انت تستفيد منها. تدري شنو اقوى شيء تسوي الحين؟ شنو؟ نهد كل شيء وروح نتعشى. يلا مشينا. يلا مشينا. السلوك الاستهلاكي للافراد والمجتمعات تدخل فيه عوامل كثيره، نفسيه، اجتماعيه، ماديه وغيرها. لكن الأهم أن نكون على درجة كافية من الوعي والاتزان النفسي في تحديد احتياجاتنا الفعلية للشراء، وما نتعامل مع السلع على أنها تضيف لنا القيمة الاجتماعية، وقيمتنا تنبع من ذواتنا وما نملك من ثقافة وعلم. نشوفكم على خير وفي أمان الله.